مشاهدينا، منارات العطاء محطة موجودة حاضرة معنا، واليوم يعني نور الجيلاني لمسة وفاة هذا الفنان الجميل الرائع. بين الكدر وشنبات وفي ربوع بحري تشكلت ملامح عصفور الغناء المغرد النور الجيلاني. كانت شنبات وجهته إذا أحب الغناء وعشق التطريب من تجليات وأحوال شيخه خضر بشير. لم يكن خضر بشير بالنسبة للنور مجرد مطرب رائد اتخذه قدوة في دروب الفن، بل مثالا يحتذى في الوجد وفي طرائق الأداء وفي صوفية المغني حين تلامس الأنغام أوتار الروح. في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي بدأ الأصدقاء يدفعون النور للخروج إلى دائرة الضوء. لم يكن ميانا لاحتراف الغناء، كان يفضل أن يكون الغناء هواية لا مهنة وتحت إلحاحهم قابل المغامرة. البداية كانت بأغاني خضر بشير نفسه، ثم اختيار بعض روائع الحقيبة كأغنية في الضواحي لخليل فرح. تعرف على الموسيقار سليمان زين العابدين وظل هو السند والعضد ورفيق الرحلة. أغنية كدراوية كانت بداية الشهرة والانتشار، ثم أغنية وداد وهو شاعر كذلك يكتب أغانيه بنفسه ويلحنها. الثانية في رحلته هي الشاعر جمال عبد الرحيم الذي منحه أغنية العصفور التي أظهرت ملكات النور كملحن ومؤدي شديد المعايشة لنصوص الأغاني، وهي أغنية كبيرة تلتها في ترتيب الأغاني الكبيرة أغنية صاحب الذكرى المنسية. Yeah.
النور بعض الأغاني المصرية مثل الكون كله بيدور، وغناها كذلك محمد منير أغنية البياح لإسماعيل عبد المعين، أدخل عليها موسيقى وتوزيع جديد كما فعل في غيرها من أغاني الحقيبة. أسلوب النور الجيلاني الفني مزيج متفرد من المزاج الشعبي والموسيقى الحديثة والأوركسترا المركبة من عدة عناصر. ظل النور رغم تجاربه الجريئة في التلحين محتفظا بالكورس، ولم يتخلى عنه لقناة فنية الكورس حتى في ظل وجود أوركسترا متكاملة. غنى النور للجنوب من وحي الجنوب أو أغاني موجهة للجنوب مثل فيفيان ومسافر جوبا. غنى النور للأطفال خواطر فيل من ألحان صديقه سليمان زين العابدين. صوته يتمتع بمساحات واسعة ومقومات أداء تجمع بين الدفء والتعبيرية والأناقة والانسيابية. حضوره المسرحي مبهر وجذاب، فيه سحر المغني وطريقة اختياره للأزياء مميزة. حلاتك حمتك تداعي في شجرة البن، تقبل جاي تضحك في غصين الشاي، هاي 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 تراقص في انا البابا. اتوك حمدتك اتوك حمدتك تداعي في شجرة البن، تقبل جاي تراقص في غصين الشاي، هاي 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 تراقص في انا البابا. حلاتك حمدتك لك توك حمدتك تداعي في شجرة البن، تقبل جاي تضحك في غصين الشاي، هاي 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 تراقص في جن البابا. Yeah.
متابعينا، وتحية الصحة والحب والاحترام للفنان الكبير نور الجيلاني اللي بيطربنا ويدهشنا وبنسافر معاه بعيد في جميع بقاع السودان الحبيب، صاحب الشكل المميز وأيضا صاحب الأداء المختلف منذ البدايات وإلى الآن يا سهيل. نعم، أداء تطريبي عالي جدا، ما في منا ما بيسمع نور الجيلاني إلا ويلقى إنه يعني يتابعوا كثير من الطرب. نور الجيلاني بصمة واضحة جدا في مسيرة الغناء السوداني، يعني أدخل الكثير في وعنده إسهاماته الواضحة وبصمته الواضحة في الموسيقى السودانية. نور الجيلاني زي ما ذكرتي يعني يا مهاد، هو تغنى للوطن، تغنى للحبيبة، حتى حاول يعني يوحد الوجدان من خلال مسافر جوبا. أي زول بيسمع مسافر جوبا يعني بتنتابه الكثير من الشجون والأحزان، يعني ويسوقك لرحلة لجنوب السودان. فيفيان برضه يا سهيل، فيفيان أيضا يعني عندها بعد سياسي وبعد اجتماعي، يعني بدل على انه المرأة في جنوب السودان ايضا كانت حاضرة في الشعر السوداني. بالتأكيد تحية الصحة والعافية، تحية المساء لهذا الفنان العملاق، يعني لك تحية نور الجيلاني، طال الله عمره ومتع بالصحة والعافية. نحن يا مهاد بنحتذر عن انه كان مفروض تكون معنا فقره حاضره، الكاميرا عدسه تحكي كان مفترض يكونوا معنا، لكن نعم، لكن ان شاء الله الاسبوع الجاي بالتاكيد موعودين بمصور، وعنده اكيد يعني بيحكي لنا من خلال العدسه والكاميرا كثير من القصص المختلفه. فاصل اعلاني مشاهدينا، من بعده نرجع ونواصل باقي حلقتنا.